متابعي الأخبار السورية، الآن نحن في بلدة تادة في ريف حلب الشرقي. هذه البلدة التي تشهد الآن عملية دخول عبر معبرها لعدد كبير من الأهالي والمسلحين الذين هم خرجوا في وقت سابق من حي الوعر من مدينة حمص باتجاه منطقة أو بلدة جرابلس في ريف حلب الشمالي. الآن تلك الأهالي والمسلحين هم عادوا عبر هذا الطريق ابتداء من مدينة جرابلس وصولا إلى مدينة الباب. هذه النقطة الآن هي تفصل ما بين مدينة الباب ومدينة تادف، والآن نتابع تماما وصول هذه القافلات التي تقل عدد من الأهالي وعدد من المسلحين الذين غرر بهم، ومنهم من يعني خرج عبر عملية المصالحة في وقت سابق من حي الوعر. الآن هم وصلوا إلى مشارف مدينة الباب ونحن ننتظرهم للوصول إلى مدخل مدينة تادف، وبالتالي استقبالهم من قبل الأجهزة المختصة وأيضا من قبل التجهيزات اللوجستية المتواجدة هنا من قبل محافظة حلب وبوساطة الهلال الأحمر العربي السوري. جينا بباصات أتراك رعوا هذا الموضوع ووصلونا لهون. أيوة، هلا وين طالعين أنتم؟ هلا بدنا نرجع على الوعر. بدنا نرجع لحضن الوطن، لانه اللي طلعنا على اساسهم هن اللي خربوا بيوتنا وما امنوا لنا ولا اي شيء من اللي حكوا. بلادي وان جارت علي عزيزه واهلي وان ظنوا علي كرامه. ما في احلى من الوطن. اتجاه حمص على الوعر. يا رب، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب، الله يوفقك. متابعي الإخبار السوري، نلاحظ تماما وصول دفعة من أهالي الوعر إلى هنا إلى هذا المعبر باتجاه مدينة تادة في ريف حلب الشرقي. من جديد الحمد لله على السلامة. أحكي لنا شو صار معكم، وين كنتم؟ خدمة سيئة بمخيم زوغرة، خدمة سيئة على الأخير والله العظيم. يعني شو بده يحكي الواحد، صار ما بعرف، تورطنا وطالعونا أولادين الحرام وحطونا هون وصاروا يقبضوا دولارات وصاروا يتطوعوا ويلا، وصاروا كل من اللي جينا صار زلونا وزلوا أهالي. ليش طلعتوا من الأول؟ ما طلعني، طالعونا يا أخي غصب عنا، غصب عنا. أنا أولادي صغار يا أخي قالوا لي بدك تطلع غصب عنك. راجع حمص وعلى بلدي وعلى أرضي وعلى مدرسة ولادي وعلى جامعة بنتي وعلى هوا حمص وعلى ميت حمص. اليوم يعود لهم الأمل وترتد لهم الروح. في هذه الكلمات لخص أهالي حي الوعر معاناة الأمس وأمل الغد. من مدينة تادف في ريف حلب الشرقي، وليد هناي، الإخبارية السورية.